السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناة طبخ صفصف. اليوم جيت نقدم لكم المخمر بطريقة سهلة، كيجي مورق ولذيذ، ويمكن لك تحتفظي فيه في المجمد الوقت اللي بغيتي تلقايه كيجي بحال يلاه خبزتيه. نبداو على بركة الله في المقادير. انا غادي ندير كمية كبيرة ديال المخمر، وغادي نعطيكم مقادير ديال كمية غير صغيرة. عندي هنا 200 غرام ديال السميده الرقيقه او الفينو، عندي 200 غرام ديال الفرص الرطب او الدقيق الرطب الابيض، خميره كيميائيه بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر سنيده، ملح، خميره حبيبات. نبداو على بركه الله. غادي نديرو الخميره ديالنا حبيبات تفاعل مع الماء والسكر، سكر حبيبات، نصب عليهم الماء دافي وكنغطيوهم بورق المطبخ بلاستيك ديال المطبخ ونخليهم يتفاعلوا، نتلاقاو ان شاء الله نكملوا العجين ديالنا. من بعد ما تفاعلت لنا الخميره ديالنا غادي نبداو نعجنو ان شاء الله. هادو ليها البلاستيك الغذائي، كنديرو كل المكونات في مره واحده. ملي غادي نعجنو عادي هي تفاعلت الخميره كيف كتشوفوا. غادي نخلط الدقيق ديالي بحال هكذا، نعمل الخميره في الوسط، بيكين باودر، كيس واحد ديال بيكين باودر، الملح عندكم ميزانكم، كل واحد يدير القياس ديالو. غادي نجمع العجينه هكذا بحال هكذا بالماء دافي. كاين اللي يجمع العجين بالحليب، بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نحاول ندلكها الطريقه العاديه اللي كندلكو بها مسمن او الخبز ديال الدار. العجينه ما كتكونش شي جاريه وما كتكونش قاسحه. بعد ما دلكتها 5 ديال الدقائق صافي ها هي واجده. هانتوما كيف كتشوفوا ماشي جاريه، ماشي خفيفه وماشي ثقيله، العجينه عاديه. غادي نديروا لها شويه ديال الزيت بلاستيك الغذائي، نخليوها ترتاح 20 دقيقة. بحال هكذا نخليوها ترتاح 20 دقيقة ونتلاقاو ان شاء الله بتاتي. بعد ما خمرت لي العجينة ديالي دابا غادي نحيد ليها البلاستيك اللي درت ليها، نخليها على جنب ونفرغ منها الهواء. ودابا غادي ندهن يديا بزويته. عندي هنايا باش غادي نورقها عندي زيت نباتيه، شويه ديال الزبده ذائبه، عندي الفينو السميد الرقيق. غادي نحاول نقسمو العجين ديالنا كويرات يكونوا متساويين،
كيف كتشوفوا بحال هكذا. حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي نستفهم في هذه الصفيحه في هذه الطبسه ديال الفران ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما ورقنا ما درنا لهم هكذا قسمنا العجين ديالنا كويرات متساويه كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي نبداو نورقوهم بالزيت. كنديروا القصريه ديالنا كندهنوها بالزيت وكنبسطوا الكويره ديالنا. نديروا في قلبها شويه ديال الزبده ذائبه والسميد الرقيق. وكنطويوها بحال الا غنديروا الملاوي. هذه المرحله الاولى بحال هكذا. نهزوا هذا الجانب الثاني نديروا هنايا بحال هكا. كنحاولوا نبسطوها بحال الا غنديروا ملاوي وكنديروا هكذا مربع وكنحطوها ترخى شويه. نديرو كرة أخرى. ما درنا العجينه ديالنا كلها على هذا الشكل مربع. دابا غادي نبسطوها واحد شويه اي شويه وكنهزوا هذا الجانب عند هذا الجانب وهذا عند هذا وكنحاولوا ندخلوهم بحال هكذا. كترجع كره ما كتبقاش دائريه كترجع ما كتبقاش مربعه كترجع دائريه بحال هذا الشكل. ونخليوها في الصينيه ديالنا بحال هكذا. على ما نساليو الكميه اللي عندنا تقريبا شي 5 ديال الدقائق ونتلاقاو ان شاء الله باش غادي نبسطوهم. العمليه ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت بسرعه كتصايب. من بعد ما ساليت كياخذ مني 5 ديال الدقائق تقريبا ونيت العجينه ترخات شويه غادي نبداو نبسطوها مقالين من السميد الرقيق بهذا الشكل. ونخليوها تخمم ان شاء الله. نديرو واحدة اخرى بحال هكدا كنبسطوها كيف كتلاحظو الفقاعات. غادي نستمر هكدا حتى نسالي الكمية اللي عندي. من بعد ما بسطت العجينه ديالي كامله كيف كتشوفوا دابا غادي نغطيها بالمنديل ونخليها حتى تخمر ان شاء الله ونطيبها. من بعد ما خمروا لينا الخمر ديالنا ها هما دو خامرين درنا الطاجين مقله ثقيله تسخن ودهنا بشويه ديال الزبيده اولا الزيت اللي بغيتي ونبداو نطيبوهم ان شاء الله.
بعد ما سخنات لنا المقله كنجيبو الخامر ديالنا نحطوه في الطاجين. على عافيه مهيله باش ما يتخطفوش لينا كي طيبو مقادين. كنستمروا هكذا مره مره كنقلبوهم حتى كيطيبوا من الجهات كاملين حتى كيطيبوا وكنحيدوهم. الشكل ديالهم كيفاش كيجي؟ كيجيو زوينين بزاف وخفافين وما كيجيوش مدمين بزاف، كيجيو زوينين وناشفين. ها هما المخامر ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو قطنيين وخفيفين بزاف، كيجيو خفاف وقطنيين ومرقين. هانتوما كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو رائعين. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي، واللي اول مره كيزور القناه المرجو الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. شكرا للمتتبعات الوفيات ديال القناه، كنشكركم بزاف. كنقدم المخامر ديالنا مع العسل المرفوقي مع العسل، وكل واحد باش ما بغى يرافقهم. نتمنى يكون عجبتكم الوصفه ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه اخرى.